قصص الإهمال الطبي في جازان تتزايد. أخيراً حالة الطفل إياد اللي عانى من ارتفاع درجة حرارة، وتم صرف دواء للطفل ورفض تنويمه بمستشفى العارضة. أوضح والد إياد أن ابنه ساءت حالته بعد مراجعة المستشفى، تم نقله إلى مستشفى الملك فهد بجازان. في منتصف الطريق تفاجأ الأب أن اسطوانات الغاز نفذت وتوقف قلب الطفل عدة مرات قبل ما يتوجه الإسعاف إلى مستشفى أبو عريش لمحاولة إنقاذ الطفل، ليتم بعد ذلك نقله إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى الملك فهد بجازان، وهو الآن حالته حرجة. طيب، للحديث حول هذه القضية معي من جازان سلمان سحاري عم الطفل إياد. حياك الله يا أخوي سلمان. الله يسلمك ويبقيك. حدثني عن الطفل. والله يا أخي الطفل كان جته سخونة. أيه. وأولا نناشد سمو سيدي الأمير محمد بن نايف بن محمد بن سلمان بن عبد العزيز بأن يقوم بنقل الولد إياد إلى مستشفى ذو إمكانيات عالية إذا عدلوا حياة في الدنيا. ثاني شيء، أيه؟ الولد كان عنده سخونة اللي هي 39. رحنا بمستشفى العارضة، وصل مستشفى العارضة أعطوه علاج حق السخونة وقالوا روح ما عنده شيء. حاولنا ينومه ما رضيوا، روحنا بالبيت ساءت حالته، عدناه للمستشفى. يوم جبناه المستشفى صرف له الدكتور إبر، روحنا بعد بكل فترة وفترة ينضرب إبرة، أعطوه إبرة وساءت حالته. رجعناه للمستشفى، يا جماعة زادت المشكلة، رجعوا اللي في المستشفى الدكتور عادلوا الإبرة من مرة ثانية تغير، وقال روح بالبيت. روحنا بالبيت تغير شكله كليا إلى صفار، رجعناه للمستشفى وإحنا نطلب فيهم ونحاول بتنويمه أو تحويله لمستشفى الملك فهد، والدكتور يرفض وجميع الدكاترة يرفضون، قالوا لا خذوا العلاج وبس. أخذنا العلاج ويوم رجعناه للمستشفى ساءت حالته. ثاني ما ثالث الدكتور مرة. يوم شافه قال الأكسجين منخفض إلى 70. ثالث مرة أخوي سلمان انخفض الأكسجين. أيوة. طيب قدها ثالث مرة. طيب وحنا نعيده لهم ويرجعوه للبيت. آخر شيء أعطوه إبرة، قالوا اضرب إبرة وبعد 6 ساعات أو 8 ساعات رجعوا ندقوا الإبرة الثانية. فرجعنا ما بين الطريق والبيت. ايه. فاخر شيء جبناه للدكتور قلنا ما يقدر يتكلم عاد وخلاص شكله ينتهي. قلنا له، قال الاكسجين عنده منخفض. حاولوا ركبوا له اكسجين وعلى طول ونوموه يمكن 2 أو 3 ساعات وبعدين حولوه مستشفى الملك فهد. في منتصف المرحله انقطع الاكسجين على قصدك المريض. منتصف الطريق. تماما. في نص الطريق انقطع الأكسجين. الله الله. أيوة. انقطع الأكسجين كليا. بقيت الدكتورة اللي معه تعمل له إنعاش يعني كذا باليد، وأحيانا عندهم أنبوبة في الخشم عشان تنعش القلب. طيب. إلين وصلوه أبو عريش. الدكتورة بنفسها بس كل من يقول لا تعلم بي، أنا أعطيك خبر بس لا تعلم غيري، لا تعلم الناس الثانيين. أيوة. قالت أيوة. ترى القلب توقف حق الولد 3 مرات. القلب توقف 3 مرات واعطوه اكسجين من ابو عريش وحولوه لمستشفى الملك فهد. ووصل في مستشفى الملك فهد وكل يوم يعني حالته تسيء من اول، يعني تكون اسوأ من اللي كان. وقدمنا معروض لمدير الشؤون الصحيه يوم الاثنين، ما هو الاثنين ذا، الاثنين الفايت. وش قال؟ اللي قبل ذا يعني قبل اسبوع. وش قال؟ كتب عليه وقال للجهات الإكمال اللازم للجهات المعنية، ما ندري وين هالجهات المعنية. ايه. مكنونا من موقع لموقع، من طيب. موقع لموقع لنا أسبوع ما أحد أعطانا شيء. طيب خلك أنا أمس يوم الاثنين. ايه. طيب خلك معي من جازان نبيل الغاوي المتحدث الرسمي لصحة جازان. حياك الله أخوي نبيل. يا هلا وسهلا. سلام الله.
يا أخوي نبيل، أنا يعني أحاول كثير أن ما يكون معي متحدث رسمي، أحاول يكون معي دائما طبيب عشان نتكلم في الحالة مباشرة، لكن في الأخير أرحب فيك وأنت اللي قدامي أتكلم معك حول هالقضية. من الاثنين الماضي إلى الآن ما رديتوا عليهم أسبوع وزيادة، الطفل ننتظره يموت وبعدين نبدأ نتكلم ونحقق زي ما صار في منى الأسمري في أبها؟ رحب بكم أستاذ عبد الله في البداية في قناة الإخبارية، وأشكركم على مناقشة والاطلاع على هموم المواطن ومشاركتنا في تحسين وتجويد الخدمات الصحية، وأعتبركم شريك أساسي في تطوير الخدمات الصحية من خلال تسليط الضوء على مثل هذه الأمور. بالنسبة لقضية الابن إياد، في الحقيقة الشكوى وصلت إلى سعادة مدير عام الشؤون الصحية شخصيا، ووجهها للجهة المختصة اللي هي إدارة المتابعة لاتخاذ الإجراءات، وأيضا إلى أهلية العلاج والتنسيق الطبي. قامت أهلية العلاج والتنسيق الطبي تواصلت مع والد المريض وأطلعته على استعدادنا الكامل لتحويل الحالة، وبدأت إجراءات فعلا إجراءات تحويل الحالة إلى المراكز المتخصصة بتوجيه سعادة مدير عام الشؤون الصحية الدكتور محمد بن خالد العبد العالي، طبعا على استعداد تام، وأهلية العلاج والتنسيق الطبي تملك جميع الصلاحيات لتحويل الحالات إلى مستشفيات متخصصة. يا نبيل اصبر معي. سلمان وش تقول؟ ما سمعتك ترى، قول اللي عندك. أقول مدير الشؤون الصحية ما تحرك ولا سوى شيء إلا أرسلت له أمس الساعة 6 صباحا واتساب على مكتبه الخاص على جواله الخاص، وبعدين أرسل لي الساعة 2 الظهر سأتواصل معك. تفضل يا نبيل. الآن بين يديك. أنا أرسلت مدير الشؤون الصحية، أنا اللي أرسلت بجوالي واتسابي. سلمان اصبر يا سلمان اصبر. نبيل طيب الآن بين يديك نبيل، اسمع مني يا نبيل، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أحناكم للقرآن. يا أخي أرسلوه بيموت بالله، يحطوا صورته يا شباب، يحطوا صورة الطفل خلهم يشوفون. يا أخي الطفل بيموت يا نبيل، ما والله ما عاد نبغى ندري من الغلطان ومن الصادق. الآن أنا أبغى أعرف الطفل هذا الآن بيحول لمستشفى متخصص يطلع ولا لا؟ ما عاد نبغى ندري مين توقف قلبه ما توقف، ما عاد ندخل، نبغى الآن الولد يعيش. أبوه هم ما قدروا يطلعون معنا يا نبيل، خلوا عني الابن والله ما قدر، وانه الطفل هذا طفلنا وما طفلنا، ما قدر ما قدرت. شوف الصوره ارجوك يا نبيل. يا اخي تخيل انه ولدك بتصبر بهذا الكلام. انا والله مقدر جدا نبيل. ابغى مدير الشؤون الصحيه اللي خلاك تطلع معايا الان، وانت تتحمل مسؤوليه قدامي الان، لانه ما في الا انت الان من الشؤون الصحيه، انه الولد هذا اليوم ما يبات الا في مستشفى متخصص. إذا الله أخذ أمانته انتهينا، بس أنا أتكلم الآن عندكم الخدمة الصحية تعبانة. عزيزي تواصلت أهلية العلاج والتنسيق الطبي مباشرة. يا أخي تواصلت من أسبوع يا نبيل، تتواصل من أسبوع نفس هذا يا نبيل. لا ما تواصلت. لا تواصلون مع مين؟ أهلية العلاج هذه مين هي؟ مين اللي عند أهلية العلاج؟ ولا تواصلوا معها. نتكلم معها. عزيزي أهلية العلاج والتنسيق الطبي الأستاذ مقبول أزيبي مدير أهلية العلاج والتنسيق الطبي شخصيا تواصل مع والد المريض وتأكدنا من هذا الموضوع. حولتوه؟ لا حولتوه. أمامي الآن ما صار شيء. أنا تواصل معي. أستاذ عبد الله رجعان خليني أكمل النقطة. رجعان نبيل، أنتوا تقول تواصلتوا مع أبو الطفل وأخذتوا المعلومات، أنا أقول الآن نبغى نودي الطفل بعدين خذوا المعلومات. أوضح لك يا أستاذ عبد الله رجعان، أنا أقول ما تواصل، تواصل معي أنا. عبد الله إنه تحويل الحالات يخضع لأشياء معينة، يخضع لشروط معينة، إنه الحالة تسمح بالنقل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في حالة قبولها من المراكز المتخصصة، يعني إحنا مرتبطين أيضا بقبول الحالات من المراكز المتخصصة سواء في الرياض أو في جدة أو في أي منطقة، ومدير عام الشؤون الصحية في توجيهه وجه إلى إنه يحول حتى للمكان اللي يطلبه والد الطفل، يعني سواء يبغى يحول إلى جدة أو الرياض أو، لكن هذه الأمور كلها مرتبطة بمدى إمكانية نقل الحالة، مدى تحملها للنقل لمنطقة أخرى،
أيضا تخضع للقبول من الجهة التي نرغب في التحويل إليها. عموما بالنسبة للشكوى هي وصلت لسعادة مدير عام الشؤون الصحية في يوم 14/5 واتخذ الإجراء في نفس اليوم بتحويلها إلى إدارة المتابعة وللتحقيق في الأمر، وجميع من أشرف على هذه الحالة الطبية ما حد اتصل إلا أمس اتصل طيب مقبول أمس اتصل مقبول الإدارية. من أول ما حد اتصل معنا ولا حد تواصل معنا الإجراءات الإدارية وإجراءات التحقيق من أول ما حد تواصل معنا مرة إجراءات التحقيق وكل هذه الإجراءات تتم بطريقة إدارية بالتواصل مع الجهات المعنية في الأمر وهي المستشفيات طيب. التي مر عليها الطفل. طيب أخوي نبيل الغاوي متحدث رسمي لصحة جازان شكرا لك. أخوي سلمان أي نعم سمعت الكلام الولد أنا قدام أقول الولد أنا أقول سمعت الكلام يعني هذا أنا كله ما أخاطب ولا واحدة أخاطب يعني إنسانية أي مسؤول في الصحة أنه يعني يتجاوب مع هذا الطفل اللي يشوفون واضح أنا الولد قاعد يموت قدام أبوه خلص هذا اللي عندي نعم تفضل الولد قاعد يموت وهم على كراسيهم أي مالي مدير الشؤون الصحية ما تحرك إلا أمس طيب سلمان يوم أرسلت له المعروض على الواتساب طيب سلمان وذكرت فيه المعروض له عندك أسبوع لم تبت في الموضوع طيب يا سلمان رجع لي في الواتساب سنتواصل معك اتصل طيب. علي الدكتور خالد القحطاني وقال سنتواصل معك تواصل معي مقبول أزيبي مدري مين أمس بعد صلاة العصر الساعة 5 بالتمام وقال طيب. لي كلفني مدير الشؤون الصحية اليوم هذا تو كلفني أن أقوم بالبحث عن مستشفى يقبله طيب. وسأتواصل معك ولم يتواصل حتى تاريخنا هذا طيب سلمان عم الطفل إياد الله يرجع لكم إياد وأن الصورة اللي شفناها له بشكل ما مين نسأل الله الحالي شاء الله تكون يعني شيء من الماضي بإذن الله قريبا شكرا جزيلا لك الله يعطيكم العافية ورجع لكم بإذن الله.